السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتشتكي في اختبار السبيكينج للآيلتس ان هي بتيجي عند وقت معين ما بتقدرش تكمل او تلاقي افكار عندها عن الموضوع. النهاردة هنتكلم عن طريقتين يقدروا ان شاء الله يساعدوك في انك انت تعمل حاجة اسمها extend your speaking بدون ما تتوقف او بدون توقف عن السبيكينج ان شاء الله. طيب ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا منه. ولو عايز الماتيريال المميزه والامثله العمليه اللي استخدمتها في الحلقه النهارده سيب ايميلك في التعليقات وانا هبعتها لك ان شاء الله عشان تتدرب عليها. بس خد بالك ما تحاولش تروح الامتحان بدون ما تتدرب على الطريقتين دول في البيت، يعني ما تقولش هما طريقتين حلوين ان شاء الله راح استخدمهم في الامتحان. لا، لازم تكون متدرب عليهم كويس جدا عشان تقدر تستخدمهم بصوره طبيعيه في الامتحان. يلا تعالى على طول نبدا باول طريقه فيهم. زي ما احنا شايفين ده السؤال بارت 2 في السبيكينج، مطلوب منك انك تتكلم لمده دقيقتين عن الموضوع ده. في ناس كتير جدا لو جاوبت الاسئله اللي موجوده هنا دي وفكرت فيها مش هتتعدى بالظبط ال 40 50 ثانيه وهتقف. يعني انا دلوقتي لو انا مشيت في الطبيعي انا جاوبت الاسئله اللي فوق في الباراجراف ده، الاربع اسئله دول اربعه، خد بالك مش 3 بوينتس، دول اربعه، الاربع اسئله دول انا جاوبتهم في الباراجراف ده، وبالتالي انا لو قلت الباراجراف ده وانا في السبيكنج بتاعي مش هياخد مني 40 50 ثانيه بالكتير قوي، وهتلاقيني وقفت ومش لاقي اي ايدياز. عشان كده النهارده هقول لك طريقتين ازاي تقدر تعمل اكستنشن للسبيكنج بتاعك. طيب قبل ما اقول لك الطريقتين افهمك السؤال عشان تقدر تفهم الطريقتين. السؤال بيقول لك describe someone who has had an important influence on your life، اوصف شخص اثر عليك في حياتك. حلو، الاكزامينر بيديك وقت انك تاخد بلان، يعني انك تاخد نوتس كده عشان تقدر تحضر الايدياز بتاعتك. فمثلا لو انت جيت تحضر الايدياز بتاعتك فقال لك هو ذا بيرسون از، مين الشخص ده اللي اثر عليك، فانت قلت مثلا ماي تيتشر. حلو، يبقى انت كده خدت نوت. وماي تيتشر مين تحديدا؟ ممكن تقول مثلا ماي تيتشر اسمها ايه، انيتا. خلاص انا كده جاوبت على اول سؤال، هاو لونج يو هاف نون هير هيم اور هير، ممكن اقول وانا عمري 12 سنه، وانا عمري 15 سنه، من خمس ايا كان الرقم. وات كواليتيز ذس بيرسون هاز، ايه هي المواصفات او الصفات اللي بتمتلكها الشخص ده؟ فهتقول مثلا والله الشخص ده كوبريتيف، ماشي، ممكن اقول patient، مش مريض يعني patient support. طيب what qualities، خلاص خلصناها. we explain why they have had such an influence on you، وازاي او اشرح هو اثر عليك باي شكل. حلو، او ليه كان له تاثير عليك. يبقى انا كده عندي الاربع نقط. لو انا جاوبت على الاربع نقط يا جماعه دول هتلاقي نفسي وقفت هنا بالظبط. طب اعمل ايه؟ اول طريقه حاجه اسمها انك انت بتيوز اذر كويستشنز. يعني ايه؟ يعني انت بتحط في دماغك بدل ما انت هتفكر بس في هو وهاو وات كواليتيز، لا انا هحط كمان وير، انت قابلتها فين، وهاو وازاي، وواي وليه، وهو وات وين. بضيف على قد ما اقدر حسب التوبيك اللي عندي اسئله بحيث ان انا افتح لنفسي مجال ايدياز جديده. تمام، تعالى بس اوريك الشكل الاول. في ناس هتقول لي طب انا كده هبقى اوف توبيك، يعني مش بتكلم عن الموضوع. قبل ما تقول السؤال ده تعالى الاول بص على الشكل ده عشان تعرف ده هاي. وانت بتعمل بلان ضيف اسئله مش ضيف اجابات. دي بقى النقطه هنا. يعني ايه؟ يعني مثلا انت هنا دول كانوا الثلاث اسئله اللي عندي، ماشي، والرابع طبعا تحته عشان ما ننساهوش، دايما بنساه. طيب عندك 3 questions انا ضفتهم من عندي. انا عايز اقول when did you meet، انا قابلتها امتى، where وفين، وhow was your relationship، وعلاقتنا كانت ازاي ببعض. يبقى انا كده فتحت لنفسي مجال بنقط تانية وما زلت بتكلم على نفس الموضوع اللي هو بيقول لي عليه، اللي هو شخص اثر عليك في حياتك. طب هل ده ممكن ينفع في كل الاسئله؟ ينفع في 100% of all questions، كل الاسئله بينفع فيه. يعني مثلا في معظم الاسئله الشائعه جدا زي ما هو مثلا ممكن في الامتحان يقول لك اتكلم عن السليبريشنز ان يور كونتري، الاحتفالات في بلدك، فانت هتشرح الاحتفال. ايوه، هتتكلم امتى وفين وبتعملوا ايه، وهاو از يور ريليشن شيب وذ ذا بيبل اراوند يو، ايا كان السؤال. مش لازم يعني نفس السؤال بالظبط، ولكن اقصد انك ممكن تضيف كل الاسئله دي على السؤال. يبقى ده اول تكنيك لازم اعملها وانا بيديني وقت احضر الاجابه بتاعتي على الثلاث اسئله دي. هعمل حاجه اهم منها وان انا اضيف اسئله ثانيه عشان وانا ببص للورق اعرف الايدياز اللي انا هتكلم عليها. ايوه، مسموح انك تبص للورق عادي، مفيش مشكله، لان انت واخد نوتس اصلا عشان تقدر تتكلم. خلاص، حلو. تاني طريقه، طب ثانيه قبل ما اقول لك تاني طريقه خليني اقول لك ان الباراجراف الصغير اللي كان هنا ده بدا يبقى كده. بص كده بدات اتكلم على اعمل اكستنشن بقى هو، واتكلم على وير قابلتها فين، واتكلم على هاو لونج، واتكلم على الكواليتيز، واتكلم على واي ساتش ان انفلونس. مش هنقراها بس انا بقول لك تكنيك عموما يعني عشان ما نضيعش وقت.
طيب يبقى دي اول تكنيك لازم اعمله. حاجه تانية يا جماعه مهمه جدا 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 وبسيطه دايما بقولها لاي حد داخل الامتحان، اعمل حاجه اسمها تيلا ستوري. يعني ايه تيلا ستوري؟ هو لو السؤال بيسالك عن الاحتفالات في بلدك، احكي له مثلا انت في احكي له قصه في انت حصلت في الاحتفال ده، ومش لازم تكون قصه حقيقيه يا جماعه، ممكن تقول قصه خياليه حصلت معاك، المهم ان انت تقدر تعمل اكستندنج للسبيكنج بتاعك. طب تعالى نشوف انا اقدر اعمل، اديك مثال هنا انا عملت تيلا ستوري ازاي. لو انا قلت لك I was quite a shy person at school، هي طبعا بتحكي او الراجل بيحكي هنا يقول لك كان طبعا كان شخص خجول and not very confident، ما كانش واثق من نفسه، but she helped me to change this، وهي ساعدتني ان انا اتعدى الموضوع ده. طيب حلو قوي، انا هنا قلت هي ليه او ليه كان ليها تاثير. طب انا هحط ستوري هنا بقى، هقول ازاي ساعدتني قصه حصلت عشان هي ساعدتني اكون confident. اي قصه من دماغك، ممكن مثلا each year كل سنه there was a school play that would be held in front of the all parents، كان بيبقى في مسرحيه بتتعرض في المدرسه. And that year when I was 15 Miss Anita was organizing and directing the play، كانت بتخرج او بتنظم الحفله دي والبلاي دي المسرحيه دي. And I really didn't know I really didn't want to be in it because I was so shy، ما كنتش عايز اشارك في او ما كنتش عايز اشارك في المسرحيه دي عشان كنت خجول. بس Miss Anita عملت insisted that I take one of the roles and it was one of the main roles which meant that I would have to do a lot of speaking، وساعدتني بقى في الستوري وفي الاخر طلعت البلاي كويسه و everybody enjoyed it. خلاص يبقى انت كده عملت حاجه اسمها telling a story، وخد بالك انك في telling a story شوف اتكلمت قد ايه تحديدا وما زلت لسه بتتكلم عن الشخصيه اللي ساعدتك وبتعمل extension to your speaking. تمام، يبقى احنا اتكلمنا عن حاجتين مهمين جدا، الحاجة الأولى هو الـ questions والحاجة التانية tell a story. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا منه. شكرا، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات الـ IELTS. مع السلامة.